يعني إذا كان المقصود مطلق قيام الصفة بالذات ما في مشكلة. ليس كمثله شيء. اسمع مولانا، نقول عندما نقول نحن قيام الصفات بالله تعالى لا يقتضي تعدد القدماء، مثلا أنا عندما يقوم بي مثلا العلم أو القدرة لا يعني أني أصبحت أنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا يجوز ما في مشكلة، لأن التمثيل هنا ما هو التمثيل؟ اسمع الآن، دائما التمثيل له وجه الشبه فقط، التمثيل ليس يكون الشبه من كل الوجوه، دائما التمثيل يكون له وجه الشبه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدرة، فالآن أو القمر ليلة البدر، فبعض الناس يخطر بباله البدر هكذا، إذن الله له صورة هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنا هذا أبدا، ولكن كما ترون البدر واضحا، لأن القمر عندما يكون بدرا لا أحد يشك بوجوده، أيضا أنتم سترون الله واضحا كما ترون البدر واضحا، وجه الشبه فقط هنا ولا يوجد شيء آخر. وجه الشبه ما هو؟ أنكم سترون بوضوح، لا تشكون أبدا أنكم ترون الله. طيب هذا واحد. أيضا أنا عندما أقول قيام الصفة بالله لا يعني تعدد القدماء، مثل أنا عندما تقوم الصفات فيا لا يعني أني تعددت، ما زلت ذاتا واحدة وأتصف بصفات، لا يعني أن الذات تعددت. فإذا شبهت الله عز وجل بهذا المثال، قيام الصفات في الله مثل قيام الصفات فيها، من أي حيثية؟ من حيثية أنها لا توجب تعدد الذات فقط، لا يعني أن قيام الصفة فينا كقيامها بالله أبداً. الله أعلم بصفات الله. أصلا من المعلوم أن ذات الله كما أن ذات الله ليست معلومة لنا، فصفاته ليست معلومة لنا. فإذا وجه الشبه من أي ناحية؟ أن قيام الصفات بالذات لا يعني تعدد الذات، فيصح التشبيه بهذا ولا يوجد أي مشكلة. تمام مولانا؟ نعم. يعني المعتزلة يعني لا يفهمون، لا يعرفون، يعني هذا المثال هذا الكلام واضح، يعني في مثل الإنسان يعني في حيثية هكذا، يعني هم علماء يعني كيف لا يعرف، لا يقبلون الصفات، يقولون بتعدد القدماء. شيخنا الإمام الغزالي يقول هؤلاء خبثاء الضمائر، يعني خبثاء القلوب. أبدا الله عز وجل يا إخواننا لا يوجد إنسان يضل ثم يصر على الضلال إلا يوجد في قلبه شيء. ماذا قال الله تعالى؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فالله عز وجل كل إنسان في قلبه مرض يجعل له فتنة أو امتحان حتى يظهر المرض الذي في قلبه. مثلا المجسمة في قلبهم مرض، فلذلك الله جعل لهم آيات المتشابهة، يد الله وجه الله كذا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخرج هذا المرض الذي في قلوبهم. طبعا كل إنسان ممكن يخطئ، لكن الذي ليس في قلبه مرض إذا اتضحت له الأدلة يرجع إلى الحق. ما في أحد معصوم بعد الأنبياء.
لكن ما الفرق بين المتعصب والذي في قلبه مرض وبين طالب الحقيقة المخطئ؟ أنه أن الصاحب الذي ليس في قلبه مرض إذا رأى الحق يتبعه. ثم المعتزلة عندهم مسألة يضعون قاعدة يضعون قاعدة ثم ما يلزم من هذه القاعدة يقولون به ولو لا يقبله أي عقل ولو ها يعني مثلا اسمع الآن مثلا أقاموا قاعدة مثل سآتيك بمثال على كلامك أنت الآن قالوا لا يجوز تعدد القدماء فنفوا الصفات لكن اضطروا أن يثبتوا بعض الصفات ما وجدوا سبيلا إلى إنكارها ما استطاعوا أن ينكروها وكلم الله موسى تكليما فالله متكلم وموسى سمع فإذا الله متكلم فقالوا كلام الله أثبتوه لكن كيف أثبتوه لا يوجد قدماء فلو قالوا كلام الله قائم فيه والله لا تقوم به الحوادث لاضطروا أن يقولوا كلام الله قديم فيثبتون القدماء فماذا فعلوا أقروا بالكلام وقالوا حادث ولكن ليس قائما بالله ما معنى كلام الله أن يخلق الكلام في لسان جبريل أو في اللوح المحفوظ المحل ليس الذات ليس الذات لماذا اسمع مولانا لو قالوا الكلام بالذات وقديم ماذا حصل تعدد القدماء وهم وضعوا قاعدة لا يوجد تعدد قدماء طيب لو قالوا حادث وقائم بالله الله لا تقوم فيه الحوادث ماذا قالوا قالوا إذن الله عز وجل متكلم بمعنى أنه يخلق الكلام طبعا علماؤنا ردوا عليهم قال إذا خلق الله فينا الحركة لا يسمى متحركا وإذا خلق فينا الكلام لا يسمى متكلما خالق الشيء لا يسمى لا يتصف بهذا الوصف طيب الأعجب من هذا انظر هذه القاعدة لا يجوز تعدد القدماء أدتهم إلى قول عجيب يعني مثلا الكلام قالوا خلق الله جبريل وخلق فيه الكلام فكان الله متكلما بكلام يخلقه في جبريل هكذا أو في اللوح المحفوظ فخلق مخلوقا ثم خلق فيه الكلام وهذا معنى أن الله متكلم هذا المعنى معنى أن الله هذا طيب لكن ما استطاعوا أن ينكروا الإرادة أثبتوا لله أيضا الإرادة لأنهم وجدوا أن المخلوقات متفاوتة والذي ما عنده إرادة كيف هذا خلقه طويلا وهذا قصيرا وهذا سائل الماء سائل وهذا حجر وهذا لا بد من الإرادة اسمع الآن والإرادة يجب أن تكون قبل كل مخلوق لأن المخلوقات بالإرادة لاحظ الكلام ما في مشكلة خلق جبريل ثم خلق فيه الكلام هذه صفة الله أما هنا ماذا فعلوا ماذا قالوا قالوا إرادة الله حادثة لا في محل كلام لا يقبله المجنون لكن خلص قالوا قاعدة القدماء مستحيلة وضعوا قاعدة يجب كل ما يلزم عنها يقولون به ولو كان مستحيلا بدهيا فماذا قالوا انتبه الآن قالوا هذا خروج المخلوقات
على هذا الاختلاف لا بد له من إرادة. فالله له إرادة، طيب قائمة بذاته؟ لا، لأنها ليست قديمة. لو قالوا قديمة تعدد القدماء. طيب قائمة به؟ لا، لأنها حادثة. طيب قائمة بغيره مثل الكلام؟ لا، لأن قبل الإرادة لا يوجد محل إلا الله. انتبهوا، الإرادة قبلها لا يوجد إلا الله، فالله خلقها أول مخلوق. أين خلق؟ لا يوجد مخلوق تقوم فيه، وهي عرض. قالوا قائمة لا في محل. أنا أقصد أيها الإخوة، انظروا كيف الضلالات بعضها ينبني على بعض. فالمعتزلة يقررون مسألة، ثم بعد ذلك ماذا يترتب على هذا المستحيل؟ يقولون به وإن كان مستحيلا بديهيا، من أجل أن يثبتوا على قواعدهم. أما إذا قلنا نحن الله متصف بصفات قائمة بذاته ولا يؤدي هذا إلى تعدد القدماء، انتهى، حلت كل الإشكالات. أنا عجب يوجد في مشتل زمخشري علامة، ولكن العقل يعني. يا شيخنا، التفاسير جدا يستل كلهم يعني من الزمخشري، يعني المفسرون يستفيدون من الزمخشري. طيب أقول لك شيء أهم من ذلك، لا يوجد علاقة. الآن نحن نستفيد من الكهرباء ومن السيارات ومن كذا، لكن أهلها غير مؤمنين، ماذا نفعل؟ يعني العناد مشكلته كبيرة. هل اليهود كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حق؟ يعرفون أنهم لو ما آمنوا سيدخلون جهنم؟ يعرفون؟ نعم. طبعا يعرفون، وما آمنوا، ماذا نفعل يعني؟ شيخنا، العناد مشكلة. ستيفن هوكينج، سمعتم به؟ إذا ما سمعتم به أنتم تعيشون خارج الدنيا. سمعتم به؟ إيه. ستيفن هوكينج قالوا من أعظم الفيزيائيين والكيميائيين في التاريخ. هذا كان مشلول، يعني يجلس على كرسي فقط، رأسه وعيناه تتحرك، كله مشلول، كله. بحث في الفيزياء، من أعظم، حتى رئيس أمريكا، هو بريطاني، رئيس أمريكا أوباما أعطاه وسام أمريكا الأول في العلم إلى آخره. وسام ميدالية. يعني نعم، شيء ليس قيمة مادية لكن شرف يعني كبير. وسام تمام سيدي، ما في مشكلة، الله لا يفرق بيناتنا. نعم، اسمع الآن، كان له أصدقاء مسلمون، فكانوا، انتبه الآن، يقول هذا الكون مرتب ترتيبا بديع، يمكن أكثر إنسان علم بترتيب الكون والنجوم والثقوب السوداء هو هذا الرجل. عندما يسألونه من رتبه كان يسكت، هو عالم بالإنسان وجسم الإنسان وفيزيائية الإنسان وآلية عمل الإنسان وكذا بشكل عجيب، لكن انظر، قال كلمة،
انظروا العناد. والله من طفل 3 سنوات عمره لا يقبل هذا الكلام. سألوه عن الإنسان، قال هو وسخ كيميائي على كوكب متوسط الحجم. ابقى معي دقيقة شيخ، لا تذهب. كوكب، اسمع الآن، الإنسان ما هو؟ وسخ كيميائي، سأشرح لكم. على كوكب متوسط الحجم، يعني هذا التركيب كيف وجد الإنسان؟ هذا العين والأذن والعقل والأعصاب والعضلات انتبه له، وسخ كيميائي. ما هو الوسخ الكيميائي؟ تعرفون المخبر، يوجد مخابر يفعلون فيها تجارب كيميائية، موجود فيها قارورات هكذا، تعرفون؟ يضعون ماء هنا فوق هذا، يغلي يطير منه ماء. انتبه الآن، تمام، هذا هو، هذا تجارب كيميائية يفعلون، يضيفون في آخر النهار على الأرض. ماذا يوجد؟ وسخ. من أين جاء هذا الوسخ؟ يعني من هنا سقط بعض، لا أعرف المواد التي يضعونها، زئبق، ألمنيوم، مغنيسيوم، منغنيز إلى آخره، يضيفون هذا، يضيفون هذا، ماذا؟ تفاعل، يطير منه، يقع على الأرض. في آخر النهار يأتي الخادم، ماذا يفعل؟ ينظف الأرض ويرميها. هذا اسمه وسخ كيميائي. ماذا قال هو عن ستيفن هوكينج، الذي لما مات منذ سنة، منذ أشهر مات، يعني جعلوه ربا إلا قليلا، عالم لا أحد ينكر، ولكن انظر العناد ماذا قال. قال كيف نشأ الإنسان؟ يوجد في الكون تفاعلات كيميائية، تفاعلات كيميائية بسبب الضوء والشعاع وطبعا الحديد وغير ذلك، يعني يوجد كثير في تمام، هذه الأشياء تتفاعل مع بعضها، كان يسقط منها أشياء مثل ما يسقط من هذا هذه اجتمعت هذه الأشياء تكون هذا الإنسان، اجتمعت هذه الأشياء تكون هذا الإنسان. هذا الكلام لستيفن هوكينج، يقول الإنسان وسخ كيميائي على كوكب متوسط الحجم، يعني الأرض ليست صغيرة جدا وليست كبيرة، متوسطة الحجم، هذا تعريف الإنسان عنده. نحن لو قلنا من هذا الوسخ في المخبر الكيميائي تكونت سيارة أو موتور أو طائرة، والله يضحكون علينا. فكيف مثل هذا الكائن الحي؟ يا إخواننا، عين الإنسان فقط أعظم من كل شيء اخترعه الإنسان، ها؟ لا تقل طائرة وتقل شيء آخر. إذن لماذا يقول الزمخشري، تقول أنت كذا، هذا عناد. يقولون تاب في آخر حياته، يقولون تاب في آخر حياته، تمام مولانا. أما لا تتعجب من إنسان يضله الله على علم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ إذا الله أغلق
فالزمخشري أو غيره، أنا أضرب لك أمثلة أعظم من الزمخشري، رأوا الحق بعيونهم وتركوه للعصبية، رأوا الحق تمام، يعني الله يقول له قل هذا ماء وأدخل الجنة، يقول هذا بنزين، ستدخل النار بنزين، ستدخل جهنم خالدا فيها بنزين، إيه؟ ماذا نفعل يعني له؟ قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، كافة الخلق يعني. الورى إذا قلنا الورى الإنسان فهذا واضح، أما إذا قلنا الورى المخلوقات فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى المخلوقات تشريفا إلا الإنس والجن، الإنس والجن تكليف وغيره تشريف. فهو رسول الثقلين، الثقلان هما الإنس والجن لأنهما ثقلال الأرض. لماذا اسمهما ثقلان؟ نعم ثقلال الأرض. أنا ما قلت ثقيل، قلت ثقل. هذا الثقل قد يكون خفيفا وقد يكون نصف غرام. يوجد ثقل ثقيل وثقل غير ثقيل. فالثقل هو كل ما يثقل، يعني ممكن يكون هذا واحد بالألف من الغرام اسمه ثقل. أنا ما قلت ثقيل. وشافة الورى ما فهمت، وشافة الورى إما الناس، الورى إما يقصد بها الناس أو يقصد بها المخلوقات. النبي مبعوث إلى الجن وإلى الورى، كافة الورى، إما إلى كل الناس، المقصود الورى الناس يعني كل الناس، ليس إلى العرب كما يقول النصارى، نعم، أو المراد مبعوث النبي إلى كل المخلوقات، حتى الحيوان وحتى الملائكة وحتى كذا، لكن للإنس والجن تكليفا وللباقي تشريفا. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. أما الدليل على أنه مبعوث إلى كافة الإنس فقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فبطل بهذا زعم من قال من اليهود إنه رسول إلى العرب فقط. طبعا هو انتبه الآن، دليل عقلي على هذا أنهم هم يقرون أنه رسول، والرسول عندهم صادق، وهو قال أنا رسول لكل الناس، فكيف تجمعون بين هذا وهذا؟ هم يقولون هو رسول والرسول صادق، وهو قال أتى بالقرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس. نعم. وأما الدليل على أنه مبعوث إلى عامة الجن فقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، إلى قوله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. طبعا تكلمنا من قبل نحن أن ما بعث إلى الجن نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني أما الجن لا يوجد منهم نبي، لكن يعني الجن دائما يعني في الآية استمع يعني سمعنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس يعني اجتمع بهم، هذا وارد في الأحاديث الصحيحة، ليس استمع في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة واختفى عنهم عن الصحابة الكرام، فيقول ابن مسعود فظننا أنه اغتيل أو استطير، فبتنا بشر ليلة حتى الفجر فكان قادما من جهة كذا، نسيت الحديث، كان قادما من جهة كذا
فقلنا يا رسول الله ظننا أنك اغتلت أو قلنا اغتيل استطير. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم وعلمتهم القرآن وسألوني عن الزاد وعن كذا وكذا وبينت لهم. الحديث طويل. فالنبي عليه الصلاة ثم في أحاديث كثيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الإنس والجن. يوجد بعض الروايات بالنص هكذا ليس فقط استمع. كأن آية يعني كأنه لم يبعث يعني فقط. لا لا يوجد أحاديث. وهذا من خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لنبي قبله. نعم طبعا. والجن مخلوقات. أنا رسالتي عندما تخرجت من المعهد كانت في هذا الموضوع. كتبت كتابا فيه رسالة. وطبعا أحسن كتاب هو يوجد من أراد أن يقرأ كتابا علميا يوجد بدر الدين الشبلي له كتاب اسمه آكام المرجان في أحكام الجان. والإمام السيوطي له لقط المرجان في أحكام الجان. فهذه كتب يعني جيدة في هذا الباب. فالجن مخلوقات طبعا الأصل من نار يتزاوجون ولهم أولاد يعني يوجد ذكور وإناث ليس مثل الملائكة. الملائكة لا ذكور ولا إناث ولا يتزاوجون ولا يتوالدون. الله عز وجل قال عن الجن أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني فله ذرية. نعم والجن نعم يروننا ولا نراهم. الآن هنا ممكن الآن هنا طبعا طبعا يكونون ترابا في الآخرة. صحيح الجن في الآخرة ترابا يكون. لا 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 لا, لا. يدخلون الجنة. اسمع الآن أهل السنة أهل السنة يوجد فيهم فريقان لكن الأرجح أنهم يعاملون كالإنس. لكن لا يوجد الناس قطعي يعني. نعم لذلك يوجد خلاف. بعضهم ماذا قال من أهل السنة وهذا القول يعني الثاني يقول أن يعني ما اسمها مكافأة أو ثواب المؤمن منهم أن لا يدخل النار. أنتم تحفظون قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه هي الذي ذهب إلى أنهم لا يدخلون الجنة. جزاؤهم انتبه الآن. الله لما يقول عن الإنس تمام تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ثم يقول يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. أما هناك عند الجن ما قال يدخلكم. ماذا قال؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فبعض أهل السنة ذهب أن ثوابهم في الآخرة ما هو؟ لا يدخلون النار. وبعضهم قال هم يدخلون الجنة. ولذلك علماء أهل السنة اختلفوا إذا دخلوا الجنة هل يرون ربهم أو لا يرون ربهم. والصحيح أنهم يرونه يعني المؤمنون منهم يرون ربهم. هل يرون الناس الجن؟ هل يروننا؟ طبعا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. سمعنا الجن يعني نحن نرى في الجنة ولكن نحن نراهم عكس الدنيا يعني. لا يروننا يعني جاء سمعنا بهذا أما لا أعلم.
دليله. المهم أيضا من أمور الجن أنهم مكلفون كما ذهب بعض العلماء من الولادة، لا يوجد لهم بلوغ، مكلفون من الولادة، يعني هم يولدون عاقلين كما ذكر الإمام الصاوي على شرح الجوهرة. ماذا كنت أريد أن أقول؟ يعيشون زمنا طويلا. الزيد يستطيع أن يتزوج مع الجن؟ والله هذه المسألة ناقشها العلماء، والله أعلم لا يمكن، لأن طبعا هم لهم أن يتصوروا بصورة إنسان، يعني ممكن جن أنثى الجن تتصور بصورة إنسان، هذا وارد وحصل وفي السيرة وفي صحيح مسلم وغيره معلوم أنه تصور، يعني جاء إبليس بصورة شيخ النجدي وجاء بصورة ثعبان، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم في سورة الأنفال، جاء في صورة رجل اسمه سراقة بن جعشم وهكذا. فهم يتشكلون، لكن الزواج جسم الرجل يختلف عن جسم الجن، لأنهم هم صورتهم الحقيقة نارية لا ترى، فهذا لا يتوافق مع الصورة الإنسية، تمام، إلا إذا تشكلوا، فهذا الله أعلم لا يجوز، يعني فيما مر معي أن هذا لا يجوز وما حصل في صورتهم، يعني له معقبات ملائكة معقبات يحفظونه من الجن ومن غير الجن، من لكن ممكن يكون هذه التي يتزوجها مؤمنة، تمام، يعني هم يحفظونه من أمر الله، إذا أراد جني أن يؤذي الإنسان فهم يحفظونه، لكن إذا تزوجت أنت يعني جنية محترمة هي لا 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 تؤذيك، الله تعالى أعلم يعني هذا الأمر. وأيضا اختلف الناس بين مصدق ومكذب، هل يمكن أن يتلبسوا في الإنسان، يعني أن يدخلوا فيه؟ نعم هذا مختلف فيه، والله أنا بحسب ما رأيت بعيني أن هذا ممكن، أنا رأيت بعيني، أما بعض العلماء ينكرون هذا، عجيب والله كيف ينكرون، أنا والله رأيت بعيني، والله رأيت بعيني، ولا يمكن أن يكون إلا هكذا. أي شيء رأيت جنابك؟ أنا سأقول ما لا ما رأيت جنيا حتى، اسمع الآن، يوجد بنت جاءتني قبل أشهر لتسألني يوجد شاب يريد أن يتزوجها، لكن هي رضعت من أمه، فعلى المذهب الحنفي رضعة واحدة ينتهي، فأنا أعرفها البنت، يعني بقيت 5 ساعات يعني تريد أن تتزوجه، أريد فتوى أريد فتوى أريد فتوى، وتناقشه، قلت والله على المذهب الشافعي إذا أكيد مرة واحدة يجوز، اذهبي من وجهي، فأقصد أنا أعرفها وهي لا أريد أن أذكر اسمها، من درعا هي، المهم يعني هي بلدها وتسكن هناك، أنا نحن هنا في ريف دمشق كنا، فالشاب الذي يريد أن يتزوجها جار المسجد، نعم، فيبدو أنهم اختلفوا، رضعت مار، قالوا اسألوا الشيخ، جاءوا إلي يسألوا، المهم تزوجت من هذا الرجل، ومضت لا أعرف كم أشهر أو سنة أو سنتين لا أعرف، جاءني الشاب وقال والله أنا زوجتي لا تريدني، تقول كلما يعني أقترب منها تكرهني، تراني بشكل عجيب،
وترى كذا، يعني أمور غريبة وعجيبة. شرح لي أنا، نعم أنا كتبت كتابا عن الجن ولكن لست مختصا في هذا، أنا درست الأمور كعقيدة، أنا لا، حتى يعني بعض الناس يستغلون هذا، يضحكون على الناس خصوصا النساء، بل يستغلون أعراضهن والعياذ بالله، هذا أمر جدا خطير، يوجد من الناس من يفعل أشياء. المهم، فلذلك أنا مرة دخل مدير المعهد، المعلوم فدخل حفظه الله، المهم دخل فهو جاءته الرسائل من سيكتب في كذا، هو يوافق عليها الموضوع، فدخل قال من سيكتب عن الجان، رأيت رسالة عن الجن وكذا. أنا يوجد صديقي يمزح معي اسمه الشيخ عبد السلام الشقيري، المهم حفظه الله، المهم كان بجانبي، فقال ما اسم رسالتك؟ فقلت البيان في حقيقة الجان، فقال الشيخ عبد السلام مع ملحق بتكبيس النسوان. هذا تكبيس النسوان اشرحوا لهم ياها، رقية يعني مثل الرقية للنساء، رقية يعني، نعم هكذا قال اسم الرسالة البيان في أحكام الجان مع ملحق بتكبيس النسوان، تمام. فقال لي الشيخ والله لو سمعتك أنك تفعل هذا أتبرأ منك، ولو تخرجت أخذ منك الإجازة، نحن هذا لا المهم. فأنا لما قالوا لي هذا، عندي كان أصدقاء رحمهم الله ماتوا في هذا الأمر، الآن فعلا أتقياء أهل تقوى إلى درجة كبيرة جدا، وسبحان الله الشيخ عبد السلام بعد ذلك كان واحدا منهم، هو الذي يذهب ويرقي ليس أنا. والله كنت لما أحتاج شيئا أتصل به أقول ادعو أصدقائك. لا لا لا، الشيخ عبد السلام الشقيري هذا يعني من المجاهدين يعني كان، ومن من القيادات كان. المهم فيعرفون أناسا، حتى لو يوجد وقت أحدثكم عن ورع عجيب لهم، قلت والله يوجد امرأة وهكذا، قال تمام. فزوجها ما أراد أن في بيتهم، استحى، قال ممكن نفعل يعني يرونها في بيتك مع زوجها ومن حضر، نسيت والله، قلت ممكن أهلا وسهلا. فهي لا تضع على وجهها، نعم تضع حجاب فقط، لا يقبلون هؤلاء. وقال أعطونا سترا كبيرا، إذا يقرؤون على امرأة يخافون عندما يتحرك الجن فيها أن تخلع ثيابها أو كذا، فلا يقبلون إلا أن تضع، يعني يغطونها بعباءة كبيرة. وبدأوا يقرؤون، أين الشاهد؟ ولا يلمسونها، إذا يريدون أن يقرؤوا يمسكون سواك طويل باليد ويضعون على رأسها، تمام؟ ويقرؤون، لمس مستحيل. المهم قرأوا، والله رجلها هنا، يبدو أن الجن كان هنا في رجلها، كلها هادئة. قبل هذا بدأت تبكي بكاء شديدا، يقرؤون، وكلما زادوا سرعة القراءة وقوة القراءة في سورة البقرة وكذا كانت تبكي، هم يضربونها على رأسها يقولون اسكت اسكت لا ترفع صوتك. أنا قلت والله حرام، هذا أنا لا أعرف في هذه الأمور، يعني أنا ظننت يكلمون المرأة، اسكت لا ترفع صوتك. المهم بدأت رجلها تتحرك، تعرفون الراسور أو النابض، ما اسمه هنا بالتركي؟ نابض، هذا الذي تشده في الفراش في السرير سيدي شيخ يوسف، مثل حلق، لكن هذا الطري الذي
لو أمسكته من هنا ثم رفعتها يتحرك هكذا. رجلها أصبحت تتحرك هكذا مثل يعني بشكل عجيب. المهم وتبكي وتبكي ويقول له تكلم. ما يتكلم يقرؤون. ثم قال سأتكلم والله. أي هنا الشاهد، أنا أعرف لسانها يعني على رأسي، لكن تعرفون لسان حوران أنتم. تكلم بلسان فصيح، أنت تسمع صوتها لا تسمع صوتا آخر، تسمع صوتها لكن تكلم بلسان فصيح. مستحيل هي تكون التي تتكلم، مستحيل. جاءت هي لي أنا قبل ذلك كلمتني 5 ساعات، ثم لو كلمتني دقيقة لهجة هذه البلد أعرف يعني مثل إنسان أنا أعرفه مثلا من حلب، ثم بدأ يتكلم مثلا تركي أول مرة مثلا يجتمع بالأتراك يتكلم تركيا وما تعلم شيئا، هذا لا يعقل. والله بقوا أكثر من نصف ساعة. قالوا له لماذا أنت تؤذيها؟ قال أنا أحبها. من أين أنت؟ قال من الهند. والله هكذا أنا سمعت يكذب يصدق. سألوا ما دينك؟ قال مسلم. قالوا كذاب المسلم لا. وبدأوا يكلمونه. المهم قالوا له نحن نخيرك بين أن تسلم وتخرج أو تخرج أو نحرقك. وهو يجيب وكذا. المهم قال سأخرج. اجرحوا رجلها، هو كذاب، اجرحوا رجلها من الإبهام الأسفل في الرجل يعني أنا أخرج من هنا. قال لا تحتاج أنت إلى مكان تخرج فيه لا. المهم تجاوبوا معه، يمكن زوجتي جاءت جرح. المهم بعد ذلك قال لهم خرجت خرجت خرجت. فقالوا له هو يكلم بلسانها يعني يقول خرج. قال كيف خرجت وتكلم بلسانها وهكذا. هذا والله يا إخواننا المهم بعد ذلك كان هذا بعد صلاة الجمعة. نزلنا إلى صلاة العصر، استمر الوقت من الظهر إلى العصر. أنا كان بيتي في نفس المسجد، نزلنا نصلي. أنا زوجتي سألتها، أنا زوجتي من الخارج تسمع كل شيء خارج الغرفة، تسمع كل شيء. قالت لها يعني ماذا قلتي؟ قالت أنا والله ما شعرت بشيء، أنا في الأول سمعت قراءة قرآن ثم غبت، لا أعرف. والله هذا حصل أمام عيني. خرج بعد ذلك ما رجعوا الله أعلم. من وراء هؤلاء انظر مولانا، يوجد رجل مهندس اسمه أبو أنس جارنا، سمع بهم قال ممكن يأتون إلي، أنا عندي أخت كبيرة عمره 40 أقل أكثر صماء لا تسمع ولا. فجاءوا قرأوا عليه بدأت تتكلم. ليس هو هي تتكلم، يوجد فيها من يتكلم، هي لا تتكلم ولا تعرف الكلام أبدا. ليس هنا الشاهد شيخنا. وذهبوا. أنا ما كنت في هذه الجلسة، أنا فقط أتيت بهم ما كنت موجودا. هذا الرجل كان يا شيخ يوسف كل يوم يأتي يصلي في المسجد الفجر فقدته شهرا ونصف. هذا أخو هذه المرأة، أخوها الذي قال أرجو أن تدعوهم وجاء. بعد شهر ونصف رأيته يمشي في الطريق مثل تمام والله، وكأنه يعني خرج من مرض شديد، وجهه غير الوجه وكذا. المهم سألت أنا ماذا حصل؟ قال حاول رآهم يقرؤون، فحاول أن يقرأ
فضربوه الجن ضربوه. فأحضرت لهم هؤلاء الإخوة مرة أخرى فقالوا انتبه أخي، الجن ضعيف جدا، ولكن الإنسان قبل أن يرقي يجب أن يحصن نفسه. الإنسان أقوى من الجن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن يضعف الإنسان بسبب المعصية. فقالوا نحن، قالوا له والله بأذني إذا يوم من الأيام ما صلينا الفجر في جماعة لا نرقي أحدا، لا نذهب إلى الرقية. فهؤلاء قليلون، وأكثرهم نصابون ودجالون. الأكثر يعني أنا لي قريب لن أذكر اسمه، زوجته بعد العرس بيوم شعرت بشيء كذا، أحضروا شيخا، يوجد شيخ فلاني، هي عروس عروس. الشيخ قال لها يجب أن أضع يدي، ليس هنا، من الخارج ما في مشكلة، هو في مشكلة، لكن أدخل يده في الداخل في الداخل. قلت والله هذا دجال، ولو كانت لحيته من هنا إلى جبل قاسيون، والله جاءتني بنت من طالباتي، قال يوجد رجل أنا معي سحر يقول لكن يجب أن أسحب، أن أخرج السحر من فمك بفمي، يجب أن هكذا، لا يؤخذ إلا هكذا. أي حرام؟ 650 حرام. فأكثر هؤلاء، فهذا الرقية واردة، وهذا الأمر أنا رأيته بعيني أكثر من حادثة، لا أريد أن أضيع، رأيت أكثر من مرة يتغير الإنسان. ولكن بعض الناس يقول هذا مرض نفسي، هذا كذا، لكن أنا رأيت، وخصوصا الله يقول، انتبه، يوجد آيتان في القرآن، قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتخبطه الشيطان من المس. فالله شبه بشيء معروف عند الإنسان، فيوم القيامة الذي أو في البرزخ الذي يأكل الربا تكون هكذا حاله، مثل من؟ مثل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالممسوس يقع ثم يقوم، ثم يعني لا يستطيع أن يوازن نفسه. وقال الله تعالى في سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالأمر الله أعلم هذا وارد، والله تعالى أعلم، والخلاف بين العلماء فيه طويل. طيب، نقرأ فقط هذه العبارات، فقط قراءة، وإذا يوجد سؤال في الأسبوع إن قدر الله، في الدروس القادمة عندنا بحثان في غاية الأهمية، وهو الكلام عن كلام الله. هذه من أكثر الصفات يعني التي اختلف أهل القبلة فيها. ثم بعد ذلك الكلام عن رؤية الله عز وجل، والتي قل من يستطيع أن يصور هذه المسألة، قل من يستطيع أن يصور هذه المسألة، ليس صورة لله، تصوير المسألة أقصد أنا. فإن شاء الله عندنا كلام، لكن نقرأ الآن بالحق والهدى وبالنور وبالضياء. الباء في قوله بالحق متعلق بقوله وهو صلى الله عليه وسلم المبعوث، نعم، وهو المبعوث بالحق والهدى، نعم، والتقدير وهو المبعوث بالحق. الذي، ما هو الحق الآن؟ الذي لأجله خلقت السماوات والأرض، وهو، ما هو الحق؟ النبي مبعوث بالحق، ما هو الحق الآن؟ تعريفه يقول وهو الدلالة على وحدانية الصانع. إذن النبي مبعوث بالحق الذي هو الدلالة على هذا أول تفسير، سيفسر الحق بأكثر من تفسير. ما هو الحق؟ الدلالة على وحدانية الصانع والاستعباد
يعني الدلالة على الاستعباد بالأوامر والنواهي. الله استعبدنا بالأوامر، افعل هذا لا تفعل هذا. نعم، والدلالة نعم على البعث بعد الفناء للجزاء في دار البقاء، هذا هو الحق. ويحتمل أن يكون المراد بالحق وهو المبعوث بالحق، الحق ها النبي مبعوث بالحق، حق الله علينا، أي الحق الذي لله على العباد. يوجد حقوق لله علينا، النبي بعث ليبين هذا الحق. ماذا يجب عليكم؟ وهو قريب على فكرة من التعريف الأول، لأن حق الله علينا أن نعرفه بالوحدانية وأن نعبده بالأمر والنهي. الحق يعني الصدق هكذا. الحق أصلا هو الثابت، شيء حق يعني ثابت، ليس هذا معناه اللغوي، وأغلب المعاني الاصطلاحية تدور على هذا المعنى الثبوت. انتبه الآن، هذا أمر حق يعني ثابت، يعني ليس خياليا، ليس عليه دليل. ولذلك ما هو الفرق بين التحقيق والإلزام؟ التحقيق هو إثبات المسائل بأدلتها، إثبات، هذا اسمه تحقيق. فالحق دائما يدور حول ماذا؟ الثابت، الحق هو الثابت. نعم، الإلزام هو ألا تقيم دليلا على المسألة، قد تلزم الخصم بشيء غير حقيقي لكن هو يقبل به. انتبهوا أسيادنا، الإلزام ما هو؟ هو كلام يقنع أو يفحم الخصم ولو ليس عليه دليل. لو أنت لا تقبله، هذا ينفع في المناظرات، تجبره على هذا، لأنه هو يقول بها يدعي وهو يقبل بهذا الشيء، مع أن هذا الشيء الذي قلته ليس حقيقيا، لكن أسكته هو يقبل بهذا الكلام ولو ليس حق. هذا اسمه إلزام وليس تحقيقا. يعني. نعم، الإلزام هذا هو أن تفحمه أو تسكته بكلام هو يقبله، سواء كان حقا أو لم يكن حقا. المهم هذا اسمه إلزام. لذلك تقرؤون في كتب ونخرج من هذا الإلزام بكذا، فهم ألزمونا نحن نخرج منه. يعني الإلزام أتوا إلينا بمسألة على قواعدنا، فكيف نخرج من هذا الإلزام؟ وأحيانا يقول على وهذا إلزام لا مخرج للمعتزلة عنه، يعني هم يقولون بهذا فلا مخرج لهم. نعم، ويحتمل أن يكون المراد بالحق الحق الذي لله على العباد من الشرائع والفرائض والواجبات، لله والحق الذي للعباد على العباد وما لبعضهم على بعض. إذن النبي مبعوث ببيان حق الله وحق العباد. نعم، والهدى، انتبهوا أسيادنا، الهدى يطلق بإطلاقين، الدلالة على المراد والإيصال إلى المراد. هدى للمتقين، اسمع مولانا، يعني النبي الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي، ثم قال له إنك لا تهدي، فلا يجوز أن يكون الإثبات والنفي مسلطان على معنى واحد. الله قال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت تهدي إذن، لكن النبي أراد أن يهدي عمه ما استطاع، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فالله قال إنك لا تهدي من أحببت. طيب النبي هداه وقال يا عمي قل لا إله إلا الله، كيف الله قال له إنك لا تهدي؟ إذن هنا يوجد معنيان، إنك لا تهدي يعني تدل، أنت تدل، أما لا تستطيع أن تخلق الهداية. إنك لا تهدي
من أحبب. أنت تدله لكن لا تستطيع أن تخلق الهداية فيه. فالأمر مستعمل، فالهداية مستعملة بالمعنيين، حتى الله استعملها. قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ما معنى هنا هديناهم؟ هم ما اهتدوا، ما اهتدوا، دللناهم. أما لو قال هديناهم وما اهتدوا هذا تناقض. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ما اهتدوا. إذن هذا المثبت غير المنفي. نعم، لذلك قال والهدى هو الدلالة الموصلة إلى المقصد بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هنا اختار هذا المعنى هو. نعم، وقيل معنى الهدى البيان، البيان. والحقيقة أنه حقيقة في الأمرين. انتبه الآن، الإمام الغنيمي يقول في شرح الطحاوية، يقول لا يمكن أن نقيم دليل أن الهدى حقيقة في معنى دون معنى. هذه تسمى مدافعة. ما معنى المدافعة؟ كل خصم يستطيع أن يثبت قوله بدليل من القرآن، لا يمكن ننتهي. فإذا الهدى له معنيان وهذا الصحيح، أي المبعوث لبيان طريق الحق للخلق. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والمراد بالنور والضياء الشريعة الظاهرة بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الدلائل الدالة على الحقيقة. طيب ما وجه الشبه بين الشريعة والنور؟ نعم، ووجه التشبيه بين النور والقرآن ظاهر من حيث الاهتداء به، والنور ضوء كل مضيء وهو نقيض الظلمة. النور ضوء كل مضيء، يعني النور نور الشمس مضيئة، نور القمر، نور المصباح، كل مضيء نعم ضوءه يقال له، لكن الضوء أقوى من النور، الضوء أقوى من النور. والإضاءة فرط الإنارة، ها، فيكون الضوء أبلغ من النور. مصداق ذلك قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ولا شك أن الشمس أقوى من القمر. سنقف هنا إن شاء الله تعالى. على عيني. إيه. يسأل. الله يحفظكم. الله نور السماوات والأرض. إياكم إخواننا، أكثر المفسرين أو كل المفسرين، يعني نحن لا نفهم أن الله عز وجل نور، لا نفهم أنه نور. كل العلماء قالوا الله نور اسم فاعل أطلق المصدر. نعم تذهب. إيه. الله منور السماوات والأرض. هنا يقول الإمام الصاوي رحمه الله، يقول والله شيء جميل، شيء يقول كلام جميل. لماذا الله نور؟ انتبه مولانا. إيه اطفي اطفي تمام. الآن بسبب الظلام إيه الأشياء الآن موجودة أو معدومة التي لا نراها؟ موجودة. افتح الآن هذا النور، انتبه، هذا النور هي الأمور موجودة لكن فقط أظهرها وهي موجودة فسمي نورا. فكيف الذي أوجد من العدم إلى الوجود من باب أولى أن يسمى نورا؟ كيف؟ انتهى البحث. تمام مولانا. يعني الآن هذا النور، هل هو النور أوجد الكتاب أو الكتاب موجود؟ موجود لكن أظهره من الخفاء إلى الظهور. فالله أحق أن يسمى نورا لأنه أظهر الموجودات، ليس من الخفاء، من العدم أظهرها إلى الوجود.
استحق هذا الاسم بالباب الأولى. نعم، فالله نور منور، الله منور السماوات والأرض، يعني مخرجهما. ما كانت موجودة والله وضع فيها كهرباء، بسبب الشمس. لك لا يا سيدي، لا 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 لا، كان نحن كنا في ظلمات العدم، هذا أعظم ظلمة. فنحن كنا في العدم وهو أعظم ظلمة، فإيجادنا هو النور الحقيقي. أما انتبه الآن، أنت مثلا إذا كان لا يوجد مصباح تستطيع أن تلمسني، ها؟ أما إذا كنت في العدم أي حاسة لا تصل إلي، فأنا في ظلمة حقيقية. فالله أوجدنا، فإذا النور يخرج الموجودات إلى حيز الظهور، فالذي يخرج الموجودات من العدم إلى الوجود يستحق أن يكون نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض، يعني مخرجهما من العدم إلى الوجود. هكذا، وغير ذلك لا يصح نور. نفهم نور ينفصل، مثل سألني أحد الإخوة الله عز وجل يعطي من نوره أو كذا إلى آخره، هذا كله يجب أن نفهمه. ليس الله نور ويعطي جزء إلى الإنسان أو كذا أو هذا كله. نعم، يخرج من العدم إلى إخراج من العدم للموجود، كلمة النور. وفي استخدام هذا المكان، لا 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 لا، يمكن هذا هو الحقيقة. هذا هو الحقيقة. فللمبالغة، الأصل نقول في الله خالق السماوات والأرض، للمبالغة فقلنا الله نور السماوات والأرض، لأنه أحق بهذا الاسم من هذه الأنوار. نعم. أول درس بعض العلماء يقول من أنكر المسيح الدجال، يعني مجيئه، من أنكر ليس كافرا. بعضهم يقولون من أنكر الدجال هذا الحديث متواتر يكون كافرا، بعضهم يقولون من أنكر نزول عيسى السلام يكون كافرا. سيدي، نعم، نحن لا نأخذ هذه المسألة، نأخذ عموما. لو وجد في القرآن أو في المتواتر أو إجماع أو كذا منكره لا يكفر بسبب هذا. انتبهوا، المنكر لمعلوم من الدين بالضرورة هذا الذي يكفر. اسمع مولانا، يعني يوجد بعض الأحكام في القرآن لا يعلمها إلا العلماء، فلو العامة أنكروها لا يكفرون، بل العلماء اختلفوا فيها. فهذا لو ورد في القرآن، لذلك صاحب الجوهر لخص الأمر من الذي يكفر، ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كالزنا فلتعلمي. انتبه مولانا، الآن إذا إنسان قال الزنا جائز كافر، الصلاة ليست فرضا كافر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة. أما مثلا لو إنسان قال الأب له السدس مع الابن، مع أن هذا آية قرآنية، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فهذا لا نقول والله أنكر شيء موجود في القرآن، هذا جاهل نعلمه. الآن السؤال، الدجال عند الناس هل هو من المعلومات من الدين بالضرورة؟ لا، فمنكره لا يكون كافرا. قد يكفر، اسمع، قد يكفر العلماء دون العامة. اسمع يا مولانا، من الذي يكفر؟ أنت عالم وقرأت القرآن، وكل إنسان يعلم أن بعد أن تفهم الآية أن الأب له السدس مع الابن،
تمام؟ إذا كفر، إذا أنكر العالم يكفر، العامي لا يكفر. من الذي، ما الشيء الذي يكفر به العامي؟ إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ما معنى هذا؟ يعلمه الخاص والعام على السواء. فالآن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، يوجد قلنا في الدرس الماضي أريناكم أظن اسمه الكتاب للكشميري، اسمه التصريح بما تواتر من نزول المسيح. فالعلماء بعد أن يرى إجماع العلماء أهل السنة عليه ويعلم هذا، إذا أنكره يكفر. أما العامة لا نكفرهم بهذا. سيدي، هل هناك كتب جمعت المعلومات من الدين بالضرورة؟ نعم سيدي، جمعت المعلومات من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة، هل جمعت في كتاب أو هكذا؟ ما جمع، لكن أنت تضع القاعدة، تضع القاعدة وتنظر بعد ذلك سيدي. لذلك انتبه الآن، يختلف من مكان إلى مكان. لهذا السبب. ها تمام. لذلك الآن مثلا بعض الناس إذا يقولون يعذر الإنسان بالجهل في دار الكفر ولا يعذر في دار الإسلام. إذا تختلف الأمور من أمر إلى أمر. لكن يجب أن يكون عندنا أمران. الشيء إذا ثابت باليقين فننظر، إذا كان معلوما من الدين بالضرورة يكفر الخاص والعام إذا أنكره. إذا كان ثابت باليقين ولا خلاف فيه ومجمع عليه لكنه خفي على العامة، يكفر العالم إذا أنكره ولا يكفر انتبه، إذا كان مجمعا عليه وأنكره إنسان، تمام؟ فهذا يكفر العالم ولا يكفر إذا ليس من المعلومات من الدين بالضرورة. فأنا الآن أسألكم مثلا، الدجال هل هو معلوم عند الناس كعلمهم أن الصلاة فرض؟ لا لا، تمام، لا يكفرون لو أنكروا، لكن نعلمهم، نقول هذا جهل في دار الإسلام وأنت غير معذور، عقيدتك فيها نقص. لاحظوها، سأتيكم بأكثر مثال على هذا. ما رأيكم بالمعراج؟ معلوم عند الناس؟ لا. ومع ذلك ما كفر منكره؟ لأن الأحاديث، لأنه ثابت بالإشارات في القرآن بالإشارة وفي الأحاديث، يعني أكثر لا. نعم منكره فاسق، يعني اقترب من الكفر لكن ليس كافرا. الإسراء كفر، إنكار الإسراء. لماذا؟ ورد في النص القطعي ومعلوم عند كل الناس، فمنكره كافر بالخاص والعام. المعراج معلوم عند عامة الناس ولكن يوجد خلاف حتى بين العلماء، فيوجد شبهة حتى عند العلماء، هل كان بالروح والجسد؟ هل كان في المنام؟ هل كان في كذا؟ هذا أقوال عند العلماء. يعني سيدي، المعلومات من الدين بالضرورة بشكل عام. إيه؟ هذه لو جمعت الكتاب هذه مهمة جدا. يلا بسم الله، أنت والشباب، والله الله يجزيكم ألف خير. هذا ممكن الإنسان يحكم العرف وممكن يرجع إلى كلام العلماء. يوجد هذا، أنت تبحث، تعرف كيف تبحث؟ ما هو الذي يكون إنكاره كفرا؟ تحت هذه الكلمة في الكتب ممكن أن تجمع هذه الأم، والله شيء. وقد يوجد في كتب في هذا، يعني مو معقول مهند إبراهيم يكون أول إنسان من زمان الرسول إلى الآن عليه الصلاة والسلام أول إنسان، مع أنه والله أنت أهل لكل فضيلة، ممكن الله عز وجل يكرمك بشيء ما سبقت إليه، ما في مشكلة، هو كله موجود، لكن الجدد يجمعون يرتبون كذا، فقد الله يكتب هذا في صحيفتك. والله الأمة بحاجة سيدي. أي والله، حتى الألفاظ المكفرة أول شيء تدرسيه. الله الله الله. إيه صح؟ صح؟ أنا
يعني يوجد من الناس هنا شيخنا وفي كما أريد أن أقول في ينكرون ما هو من الأم بل لا يعرفون سيدي سامحوني بل لا يعرفون أنا عامي والله أنا أول أستغفر الله أيه صح صح ليس صح أنك عامي صح أن يحتاج إلى هذا والله استحلال استهزاء استخفاف نعم يخرج الإنسان من الدين طبعا كيف نعطي المثال استخفاف والاستهزاء استحلال فهمنا حلال حرام حرام حلال اسمع مولانا الاستهزاء أنت تعرف أن هذا له قيمة لكن تستهزئ به مثلا لحية ممكن اسمع سيدي أنت يوجد فرق بين الاستخفاف والاستهزاء نعم طبعا. الاستهزاء تعرف هذا له قيمة وتستهزئ به أما الاستخفاف لا تجعل له قيمة أصلا تستخف به تمام لا نحن تكلمنا من قبل مثلا اللحية الآن لو إنسان ضحك على لحيتي أنا ما في مشكلة أنا لحيتي شعرة من هناك وشعرة ما في مشكلة هذا لا يكفر يمكن له ثواب المهم أما إذا استهزأ باللحية وهو معلوم من الدين بالضرورة أنها هذه سنة رسول الله وهو استهزأ بها كسنة هذا قد يخرج من الملة والله جلباب المرأة حجاب المرأة سنة ما لها علاقة هو ننظر إليها كشعيرة هو الأمر منسوب إلى الله منسوب إلى الله ليس العبرة أنه هذا لله وأنت ها يعني أنا سأضرب مثال يعني العبرة بمن الآن يعني لو يوجد أنا مثلا طفل ضربته ما في مشكلة أما إذا ابن الملك والرئيس ضربته مشكلة كبيرة بحسب ماذا بحسب إلى من ينتسب هو لا أريد حتى كلب الأمير لا نستطيع أن نتكلم معه لا نريد أن نبالغ فاستغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني العبرة لو الإنسان علم هذه سنة وهذا أمر الله واستهزأ بهم هذا أما مثلا والله أنا جلباب أهلي مثلا يعني لونه كذا ويعني منظره يضحك ضحك على جلباب أهلي أنا كذا له ثواب يعني ما في مشكلة لأنه يضحك من هذا الشكل أما ينظر إليه كفرض شرعي ويستهزئ به والله هذه مشكلة والاستهزاء لو إنسان ما بدون نية لا يحتاج إلى نية الإنسان يكفر بالاستهزاء بدون نية بدون نية يعني لو هو في قلبه معظم لله لو في قلبه معظم لله ثم أو للرسول أو للشعائر لو هو معظم في قلبه ثم استهزأ يكفر بدون النية بدون نية يعني يا شيخنا اسمع الآن إنسان عندما يغضب يسب الله أما في قلبه هو الله والإله والخالق والكفر اختلاف أقوال يوجد في ماذا؟ في الاستهزاء ليس في الاستهزاء كلمة كفر يعني في قلبه يعني إيمان نعم ولكن طيب اسمع الآن اسمع يعني ها بدون شعور أنت تقول بدون أنا ما قلت بدون شعور بدون شعور في حالة الغضب يعني لا يا حبيبي أرجو تغير الأمر تغير الأمر اسمع الآن الإنسان في الطلاق متى لا يقع الطلاق؟ إذا خرج من لا يقع لا يقع متى لا يقع؟ إذا غضب إلى حد ما سمع نفسه ولا عقل كمان أيضا هذا ما في مشكلة هو يدل على خبثه لو سب الله لكن لا يكفر إذا ما سمع أو كذا أما إذا كان لو كان غاضبا إن شاء الله إذا إنسان أنت إذا غاضب يعني نحله من أفعال نقول ما في مشكلة ليس كفر سب الله تبه من قال الغضب الغضب المغلق
يعني لا يسمع ما يقول. أما أصلا المعاصي كلها تصدر في الغضب. الآن القانون والله يقول والله أنا قتلت إنسان لكن كنت غاضبا، القاضي يقول باي باي الله معك أنت كنت غاضب، لا والله لا يسامحه. فالله ماذا قال؟ اسمع سيدي، إذا إنسان يستهزئ بشعائر الدين، قال الله تعالى، هم ماذا قالوا المنافقون؟ ماذا قالوا شيخنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى قتال الروم؟ في الطريق بعض المنافقين يوجد هنا، قال يعني والله محمد يظنون قتال الروم مثل قتال العرب، والله أنا ها أتخيل بعد أيام سيكونون في الأصفاد، يعني سيكونون مأسورين، هذا الذي قالوه. لكن في قبل ليس المعظم لله، يعني اصبر يا مولانا، انا ما عندي العبرة ليس بخصوص السبب بس بعموم اللفظ، اصبر. قال الله تعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذروا ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتسلى نلعب نتكلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لو كنتم مؤمنين ستكفرون. ثم هذا عام، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني انتبه الآن، يعني ما وجدت شيء تلعب به إلا الله وآيات الله. فأنا سمعت من شيخنا الشيخ أديب الكلاس وكثير من الكتب قرأتها، لا الاستهزاء لا يحتاج إلى نية، كفر ولو لا ينوي، كفر ولو لا ينوي. فنعم سيدي، الذي يستهزئ أو يستخف بأمور، نعم، مثل الاستخفاف مثلا بالصلاة، فرق استهزاء بالصلاة، يعلم أنها فرض ويستهزئ بها، يرى إنسان يصلي يضحك، لا يضحك على فلان، يضحك على الصلاة، هذا اسمه استهزاء. أما الاستخفاف يقول ما هي الصلاة، ما هي يعني ما هي تضع رأسك في الأرض وفي التراب، ماذا الأفعال هذا؟ هذا استخفاف وليس استهزاء، والله تعالى أعلم. قال إنسان أنا يهودي أنا نصاري كفر، والله شيخنا منذ أيام قرأت هذا البحث، يعني كأنه ورد أثر من حلف على ملة فهو منها، يعني كأنه هذا مثل يقول أنا يهودي. طبعا انتبه الآن، إذا بغير اعتقاد هذا فيه خلاف، إذا بغير اعتقاد هو مؤمن يعني، والله هذا الكلام خطير. أنا قرأت منذ أيام قرأت، ما وصلت إلى نتيجة، ما وصلت إلى نتيجة، يعني منذ أسبوع تقريبا أو 10 أيام سألني طالب، قرأت ما وصلت إلى نتيجة. يعني المسلم يقول إن كان أنا فعلت هذا الشيء هذا المسألة أنا أكون يهوديا، هو هذا الذي ورد فيه الحديث، من حرف على ملة فهو منهم. والله هذا الأمر الله أعلم ليس فيه شيء، يعني الشريعة يحكم بالظاهر بهذا، لا التمثيل، فهمتم التمثيل في التلفزيون يعني وكذا، لو إنسان مثل في التلفزيون أنه أبو جهل أو كذا، هذا لا يضر. أيضا مثل الأستاذ في درس الفقه يقول إذا قلت لزوجتي أنت طالق، ما في مشكلة، هذا تمثيل اسمه،
هذا مثل هذا ما في مشكلة. مسرحية. يلا سيدي أخرناكم. يتزوج. إيه. لا 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 هذا تمثيل. ما في مشكلة. نعم نعم جدهن لكن هنا لا يوجد لا جد ولا هزل. لا يوجد لا جد ولا هزل هنا. لا يوجد لا جد ولا هزل. لأن كما قلت لو وقع هذا كان يجب أن يقع الطلاق. ما الأستاذ يمثل والطلاق من الثلاثة جدهن جد وهزلهن يعني الطلاق مثل الزواج بنفس الحديث ورد. فنحن قلنا يعني مرة معنا الشيخ يقول لو قلت لزوجتي كذا وكذا ما في مشكلة ما في مشكلة. فهذا مثل هذا تمثيل هذا. جزاك الله خيرا خيرا الجزاء. أستغفر الله.